تاريخ التصوير الفوتوغرافي وأساسيات التقاط الصورة دورة لفريق شبابي في محافظة ميسان يهدف لمساعدة المصورين المبتدئين في ممارسة هواية التصوير. تضمنت أكثر من محور، ومنها التصوير الفوتوغرافي، أنواع وأجزاء الكاميرات، التكوين، مراحل تكوين الصورة، كذلك مثلث التعريض. هي الأشياء الأساسية للمبتدئ، المصور المبتدئ المفروض يتعلم هذه الأشياء حتى يحط رحلة بأول خطوات نحو الاحتراف. شرحنا عن تاريخ التصوير الفوتوغرافي وأهميته، وكذلك البارحة شرحنا عن أنواع الكاميرات والعدسات اللي يمكن استخدامها بالتصوير الفوتوغرافي لكل فئة معينة، واليوم كان درسنا عن مثلث التعريض. كانت استجابة جيدة من الكادر النسوي بالفريق للمحاضرات اللي جاي نعطيها. شريحة الشباب بصورة عامة تحتاج دعم على الحكومة المحلية، أنه تقدم دعم لشريحة الشباب، خاصة الشباب اللي ذوي الدخل المحدود، اللي هو اللي يريد يبدي مشروعه وينمي مشروعه من خلال التصوير. وتضمنت الدورة تعليم المشاركين أسس التقاط الصورة وفق قوانين الضوء والألوان وبمختلف أنواع اللقطات الصورية لتمكين المتدربين من مساعدة أنفسهم في الوصول للاحترافية. هذه الورشة حتى تنمي مهاراتنا، وإحنا كنا طاقات شبابية وعندنا هاي الهوايات، فهذا مكان حتى نبدع ونطلع الأشياء اللي عندنا والمواهب. هي 2 في 1، الأغلب عنده هوايات وبنفس الوقت تكون مصدر رزق. من خلالها أدوا المدربين ما عليهم من معلومات، وكان عدد مهم داخل الورشة. طبعا محافظة ميسان بهذا الوقت بحاجة إلى هكذا ورشات ثقافية تعليمية مهمة داخل المحافظة. طبعا كنت أنا هاوية أنه أصور، ولكن قيدتني دراستي، فحاولت أنه شوية أنطي وقت التصوير وقت دراستي، لذلك قدرت أنه أسيطر على الدراسة بنفس الوقت، وقدرت أنه أتعلم التصوير. جماليات الألوان وانعكاسات الضوء جسدها المتدربون في ورشة فوتوفوكس الشبابي من خلال العمل الميداني كجزء من الدورة التدريبية للحصول على شهادة المشاركة. لبرنامج صباح دجلة، حيدر الساعدي، ميسان.